شكرا سيد نائب الرئيس. أود بداية أن أتقدم باسم وفد الجمهورية العربية السورية بالشكر إليكم ولرئيس المجلس على حسن الإدارة لأعمال المجلس وللفريق العامل في دورته الحالية، وأن أشكر دول ترويكا الباراغواي وبنغلاديش وبوتسوانا على الجهود الكبيرة التي بذلتها في إعداد التقرير، وأخص بالشكر سعادة السفير خوان استيبان أغيري مارتينيز المندوب الدائم لجمهورية الباراغواي الذي قدم التقرير. غراتياس أمبخادور. وأود أن أعرب له عن اتفاقي مع ما ذكره حول أهمية التزام كافة الدول باستخدام المصطلحات المعتمدة في الأمم المتحدة عند مخاطبة أعضاء الأمم المتحدة، ونتمنى أن يصبح هذا الأمر ممارسة معتادة في كافة اجتماعات هذا المجلس وليس فقط في تقرير الجمهورية العربية السورية. الشكر موصول كذلك إلى سكرتارية الاستعراض الدوري الشامل للمجلس على مساهمتهم الفاعلة في إنجاز التقرير وعلى جهودهم الحثيثة في التحضير له. واسمحوا لي أن أوجه الشكر بشكل خاص إلى قسم الترجمة وإلى المترجمين الفوريين على جهودهم خلال جلسة مناقشة تقريرنا الوطني يوم الاثنين الماضي. السيد الرئيس، تجدد الجمهورية العربية السورية التأكيد على التزامها باحترام تعهداتها الدولية في صيانة وتعزيز حقوق الإنسان، وهو التزام حرصت على التعبير عنه من خلال تقديم تقريرها الوطني الثاني لآلية المراجعة الدورية الشاملة التي ساهمت سوريا بفعالية في تحقيق التوافق حولها خلال المناقشات التي سبقت إنشاء هذا المجلس، لتكون آلية عالمية للحوار والتعاون بعيدا عن التسييس والمعايير المزدوجة. وانطلاقا من ذلك، فإننا نعبر عن شكرنا للوفود التي شاركت في مناقشة تقريرنا الوطني الثاني وتقدمت بتوصياتها بروح من التفاعل الإيجابي، وعبرت عن تفهمها للظروف الاستثنائية التي نمر بها ونعمل في ظلها على الوفاء بالتزاماتنا الوطنية والدولية. وفي مقدمتها حرب الإرهاب المدعوم من الخارج التي نتعرض لها والتدابير القسرية الأحادية التي سلط التقرير الصادر عن الإسكوا في أيار الماضي الضوء على تبعاتها السلبية على الأوضاع المعيشية للمواطن السوري وعلى كافة حقوقه الأساسية. ويؤسفنا أن دولاً اختارت بالمقابل أن تستمر في استخدام المعايير المزدوجة وتزوير الحقائق، وأن تجعل من جلسة مناقشة تقريرنا الوطني ومن توصياتها منصة للاستمرار بكيل الاتهامات للحكومة السورية في الوقت الذي بات العالم بأسره مدركاً لحقيقة الدور الذي تلعبه هذه الدول في رعاية الإرهاب وتوجيهه ضد الحكومة السورية على حساب المعاناة الإنسانية للسوريين. سيد الرئيس، لقد تحدثت بيانات عدد من الوفود خلال جلسة مناقشة تقريرنا عن حماية المدنيين، وعبرت عن قلقها بشأن الأوضاع في مدينة حلب بشكل خاص. ويسرني إعلامكم أن الجيش العربي السوري الذي تمكن يوم أمس من إفشال الهجمات على الأحياء السكنية في حلب بالسيارات المفخخة والقذائف الصاروخية العشوائية والغازات السامة المحظورة التي تطلقها تنظيمات إرهابية ترتبط بالقاعدة مثل جبهة النصرة وأحرار الشام وحركة نور الدين الزنكي وغيرها، وهي هجمات أودت مع الأسف خلال الأيام الأربعة الأخيرة بحياة 55 مدنياً منهم 19 طفلاً و8 نساء و400 مصاب، فإن الجيش ينفذ منذ صباح هذا اليوم هدنة إنسانية من طرف واحد أعلنتها الحكومة السورية بالاتفاق مع الجانب الروسي لإتاحة خروج المسلحين ومن يرغب من المدنيين والجرحى والمرضى من الأحياء الشرقية للمدينة باستخدام معابر محددة لهذا الغرض. وبناء على ذلك، فإننا نتوقع من تلك الدول التي عبرت عن مشاغلها حول الأوضاع في حلب
أن تبادر لإلزام المجموعات الإرهابية التي تتخذ من الأحياء الشرقية في المدينة دروعاً بشرية ورهائن إلى دعم الجهود والمبادرات الإنسانية الرامية لحماية المدنيين، بدلاً من تقديم توصيات تلامس حدود الهلوسة مثل التوصية رقم 6.25. سيد الرئيس، ختاماً، ستقوم الجمهورية العربية السورية بدراسة كافة التوصيات ذات الصلة بصيانة وتعزيز حقوق الإنسان التي قدمتها الدول خلال استعراض تقريرنا الوطني بروح الحوار والتفاعل البناء، وستوليها ما تستحق من تقدير واهتمام، وستقوم بعد استكمال مناقشة تلك التوصيات مع كافة المؤسسات الحكومية ولجانها المختصة ومع منظمات المجتمع المدني التي شاركت في إعداد التقرير الوطني الثاني بتقديم ردودها الرسمية حول التوصيات قبل الدورة 34 للمجلس في آذار الماضي. وشكراً لكم على حسن استماعكم.